الدوري، حما فيه كورتوا حصن مدريد، قاتل بفدائية ألابا، ميليتاو أو حتى ناتشو. ميندي كان أمينا على ميسرة مدريد. كارفاخال تعاقب مع فاسكس للدفاع لصد هجمات الميمنة. كان كازيميرو الدرع الأول لدفاعات الملكية. رسم كروس أجمل اللوحات وفك لوكا أصعب الشفرات. استبسل فالفيردي والوافد الجديد كامافينجا. مراوغات فينيسيوس حلقت بمدريد عاليا في الكثير من المباريات. تألق رودريجو وفي فترات أسينسيو. لكن الممول الأكبر في رحلة اللقب الخامس والثلاثين كان كريم بنزيما، لأنه كان أكرم من الجميع. إذا هذه قصة بطولة الدوري الخامس والثلاثين لفريق ريال مدريد.